اللي كنشوف الناس كيتيونوا خال كيقولوا هاي يعملوا شي حاجه وما كيعملوها شي. حسيت بناس كيدوروني هادي ريبونس دو ولايه الواليد الامار لي زوتوريتي لوكال باش يخويو هادشي كامل في شهر 6. دونك دابا حنايا في شهر 9 خاصني نعرف دابا شكون غيوصل هاد لوردر، كيفاش هادشي غيتخوى، شنو خصني نعمل اخر. شو انا ولا هادشي انا ما تحركش، انا كنخمم كاع نشري ديكاجور ونهرس هذاك الحق هو. دونك يمكن نشري ديكاجور نجي هنا مع ديكاجور، انا كنعرف نسوق عندي بيرمي فين هو المشكل. بون السلام عليكم، انا حميده تشفين. بغيت نبدا نقول لكم شكرا بزاف على هاد لي زانكوراجمون اللي عملتو مور ديك فيديو اللي خرجت مع تنجاوي. مور ديك فيديو عملت شكايات بزاف، نولايه نقايد نباشه مقاطعه، فوالا هادشي كامل شكايه. عرفت بزاف الناس جبات في الطريق ديالي كيبغيو يعاونو، كاينه بزاف الناس ما خصهمش يهضروا ما خصهمش يعاونو. بالحق اكثريه الناس كيتعاملوا معايا وكيفتشوا الطريق معايا. دونك عرفت نوصل لواحد ريزولتا، واحد لجنه خرجت في الشهر 6. ديك لجنه خرجت جات وشافوا هاد الروينه كامله هادي كامله اللي هنايا. كان واحد النهار سبيسيال، كان في ديك شهر 6 ديك الناس دي مات عام كانوا كيخدموا ليل ونهار، سفلت نقايد باشا حتى واحد ما قدر يوقفهم. ديك النهار اللجنه حتى واحد ما خدام. دونك لجنة دونك خرجت، يعني الساعة اللي غنجيو لجنة بيان سور، الساعة اللي غتجي لجنة حتى واحد ما خدام، كلشي يعني ساقو الخطوة بيان سور. دونك لجنة خرجت شافوا هاد الروينة كاملة وشنو وديك ولا كنتي كتعقل كان الحيط ديالي عامر بالتصاور وديك هاد الطريق مسروقة وديك شي كامل. بعد الناس جوج الناس من اللجنه جاوا عندي عملوا عليا الدراع باش نمسح ديك الحيط، ولا ما بغيتش نمسحو وبمسحو، جابوا تلا مقدم والناس اخرين مسحوا الحيط ديالي، حس قالوا لي انا كنعمل الشوها، حس كنفضح هاد هادشي. دابا ماشي هما اللي كيعملوا الشوها اللي كيسرقوا، انا اللي كنفضح سرقه ديال الطريق عموميه، انا كنعمل الشوها. وحاجه اخرى هذيك اللي تعجبت بزاف، ناس من الجنة طلبوا لي نعمل مفاهمه مع مول المطعم. دونك هادو الناس من الجنة او بزاف مع مول المحل، وانا بقيت سكنت هناهم بغيت نطلعو من دار نوريهم ديكشي من فوقي، ما قصرونيش. انا بالدراع كنمشي كنجرب نمشي نهضر معاهم نوريهم، بالحق ما داوهاش فيا. جات لجنه اخرى مورا ديكشي، حس وما طلبوا واحد كلاسمون، وديك لجنه هذوك تاوني زعما متاع باش نهضر وتسمعوني. دابا شهرين جازو غنرجع في ديك جاوب. دابا انا رجعت الولايه وسلوم جاوب ما جاشي. دونك هادشي كامل داز من رجعتي للولايه، شحال داز على ديك اخر هضره قالوا لك؟ دابا نقولوا شهرين، دازت شهرين حتى حاجه. دونك نورمالمون 48 ساعه اللي كيقولوا، انا ما كنعرفش ديك لي ديتاي. دونك مشيت نمر جاوب عملت شي حاجه دونك فوالا، قالوا لي ها شنو خرج جوج دو جاوب، عندي واحد جاوب هذا وجاوب اخر. بالحق هذا اللي مهم، هادي ريبونس دو ولايه الواليد الامار لي زوتوريتي لوكال باش يخويو هادشي كامل. وهادشي خرج في شهر 6، 20 في شهر 6. وهاد ريبونس كان خصها توصل لي
يومين قبل مور هاد لا ريبونس هادي. الال دابا حنا في علين في فان سبتمبر ما شبرت حاجه. دونك علاش هادي عند هاد كاريت عندي في يدي؟ حس انا مشيت للولايه ودائت في وطلعت في ديك لي زيتاجات وسالت هادي دونك الناس ديال التعمير توالي وقالوا لي حنا عملنا خدمة ديالنا دابا لي زوتوريتي دو كير خصها تعمل الخدمه ديالها. مي هدرت مع باشا دابا باشا قديم مشى دابا جا باشا جديد. باشا قال لي ما شبرت والو ولا دابا كاينه باشا جديد ماجي. ومي هدرت مي صرت ميساج مع قايد حيت عندي نمره ديالو ما كيجاوبش. دابا عاد هادي يومين جاوبني وتاني رونديفو تاني رونديفو بارح في العشرة. مشيت في الصباح سنيت ساعه ما جاشي كان عنده شغل ما جاشي. تاني رونديفو في ثلاثة دونك مشينا انا وجيران ديالي ساو ما كانوا عملوا شكايات هادي 10 سنين. تانينا جوج سوايع ما شافوناش. دابا في دابا انا كنسول دابا هادي خرجت هادي شهرين كده خصها تجي عندي الدار ما جاتش. ما هادشي حتى حاجه ما تحرك. دابا خصني نعرف شكون مكلف ديكشي شكون غيحرك ديكشي شكون غيوصل لوردر دوالي. دابا شنو خصنا نعملو؟ دونك كلشي باقي مجدود. والحاجه اخرى الناس خدموا سالاو خدمه ديالهم ما تعم بقى مفتوح وناس كيستغلوا الطريق وكلشي دابا عنده خبار باشا جديد القايد جديد ولايه وتا حاجه ما تحركت. دونك دابا حنايا في الشهر 9 عندي هنايا القمر الامر دوالي خصني نعرف دابا شكون غيوصل هاد لوردر كيفاش هادشي غيتخوا شنو خصني نعمل اخر. ما خليت تموتا ولايه كندن كنعرف شي 100 الناس تما شو انا ولا هادشي ما تحركش انا كنخمم كاع نشري ديكاجور ونهرس هذاك ها هو. دونك يمكن نشري ديكاجور نجي هنا مع ديكاجور يعني كنعرف نسوق عندي بيرمي فين هو مشكل ها هو هادشي اللي عندي دا. دونك شنو اخر كاينه مظاهره كاينه نجي بغرد بغرد ولايه يعني قلت لك نغني نعمل بزاف الحاجات الناس كيقولوا غيتحركوا بالحق هايتو الناس كيهضروا بزاف بالحق باش يتحركوا حنا غنشوفوا. فحالي قلت لكم انا جيت هنايا باش نرتاح. هادي ما نعرفش شحال السنين كنخدم جيت نرتاح وجبات راسي عيت طلع مشي اجي خلص لسه باش الامور باش الامور تحرك وش حتى حاجه ما كتحرك. واللي كنشوف الناس كيتيونوا خال كيقولوا غيعملوا شي حاجه وما كيعملوها شي. حسيت بناس كيدوروني. دابا مثلا شفت في الاول في ولايه كاين الناس كانوا خصهم كيقولوا لي مشي المحكمه حنا معنا ما نعملوا هنا بلا بلان ديالك مشي المحكمه. حس شنو هتكون المحكمه ثلاث سنين اربع سنين خمس سنين شحال فحال اللي حسيت وما خصهم يتهناو مني. باشا كيقول لي مثلا كيخدموا ما عندهم شي رخصه كيصلحوا باشا كيقول لي غيفديو خدمه دابا غيوقفوا كيعيط القايد مقدم ومن بعد حتى حاجه ما كتوقف. دونك انا ما كنفهمش وكنتاكد كنقول واجيت هنا كتحكم في هاد الناس وي انا كنحكم. واسمح لي الهضره ديالك شنو ساويه كنشوف الهضره ديالك ما ساويه شي. ودابا هاد كاخيت هاد امار دوالي ساوي شي حاجه. دابا هذا شبرت وساوي شي حاجه كان خصو يوصل عندي 48 ساعه. داكشي اللي قال لي قالوا لي يمكن غلطه هادي ساويه شي حاجه حتى حاجه ما تحركت شهرين. دونك انا ما غنسكتش غنزيد وما غيبقاوش يلعبوا بيا غنزيد هاد الطريق هادي غتفتح. خصني كنتسنى هاد الطريق تفتح اي واحد يخلف يتسرى فيها. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.